موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي أن الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين، كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقش الجهود المبذولة لدفع وأحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، حيث تم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. واتفق الرئيسان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة. وأكد الرئيسان ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة، لا سيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني حول الأوضاع الإقليمية الراهنة والعمليات العسكرية في قطاع غزة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين توافقا بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنيا وإنسانيا. كما استعرض الرئيس السيسي نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر على المستوى الدولي والإقليمي من أجل دفع جهود التهدئة وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير وضرورة تغليب صوت العقل والحكمة وأحياء مسار عملية السلام. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، تناول الأوضاع الراهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة والجهود التي تقوم بها مصر سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف، أو على المسار الإنساني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. طرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة خارجية فرنسا لبحث تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة. هذا وقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ووجه الرئيس بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلا عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين السيد الرئيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.
وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد، مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي بحكمة ومسؤولية من مختلف جوانبه السياسية والإنسانية. وتم التوافق بشأن خطورة الوضع الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني. وقد أشار السيد الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد، فضلاً عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023 الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى حوالي 26,000 سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق بنسبة 34.7% لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.3 مليار دولار. وقد شهد الاجتماع أيضاً استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحرية وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات وتحسين مستوى معيشة المواطنين. أكدت قناة القاهرة الإخبارية إنعقاد قمة القاهرة للسلام السبت المقبل وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في إطار الدعم المصري للقضية الفلسطينية، قامت أسرة طلاب من أجل مصر بتنظيم حملة لمدة أسبوع للتبرع بالدم لصالح أشقاؤنا في فلسطين بعدد كبير بالجامعات والمعاهد بكل محافظات مصر، وقد شهدت الحملة إقبالاً كثيفاً من الطلاب في كل الجامعات والمعاهد، تأكيداً على دعم مصر قيادة وشعباً للإخوة في فلسطين للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم ضد ما يتعرضون له من عدوان غاشم.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة المبدئية بأسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، لتبدأ في أعقاب ذلك مرحلة جديدة وهي تلقي الهيئة الاعتراضات من طالبي الترشح على مدى يومي غد وبعد غد. وتضمنت القائمة المبدئية أسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للهيئة بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية كل من السادة عبد الفتاح السيسي وفريد زهران وعبد السند يمامة وحازم عمر. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من اتحاد شباب العمال برئاسة السيد عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد. وأكد رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي أن للشباب دور كبير في العمل السياسي والتوعوي، حيث أنها ليست المرة الأولى تستقبل الحملة وفودا من الكيانات الشبابية، مشيرا إلى أن كل محب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يستطيع أن يعتبر نفسه جزءا من الحملة الرسمية، موضحا أن للشباب دور قوي في رفع الوعي للمواطنين وخاصة فئة الشباب للتوعية في المشاركة الإيجابية الذي كفلها لهم الدستور نصا. كما استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب. وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الدور المشهود في عودة الحياة للمجتمع المدني ومؤسساته إذ جعل عام 2022 للمجتمع المدني، مضيفا أن الحوار الوطني شمل ضمن مخرجاته إنشاء قانون عمل موحد للعمل التطوعي وتطوير البرامج التعاونية والثقافية لنشر فكرة تعاونية. استفادة من التطور التكنولوجي المتلاحق وتفعيل القدرة على ربط التكنولوجيا بالأحداث التاريخية لإحداث التفاعل مع الأجيال الحديثة التي تدخل التطورات التكنولوجية في مختلف تفاصيل حياتهم اليومية، استطاع مجموعة من الشباب والمطورين تنفيذ لعبة إلكترونية عن معارك حرب أكتوبر تحت اسم أبطال سيناء، تحيي أحداث وبطولات الجنود المصريين بمعركة رأس العش كمرحلة أولى لتعيش أجواء المعركة وقدرة جنود مصر البواسل على تحقيق النصر رغم الظروف الصعبة من خلال لعبة تفاعلية تحت شعار عيش تاريخ مصر العظيم وكأنك جزء أساسيا منه. يمكنك الحصول على الوصول المبكر لهواتف أندرويد وعلى iOS عبر sinaiheroes.com. شاركت وزارة الداخلية ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين، جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على دعم وسندة ذوي الهمم واستمراراً للتيسيرات التي تقدم لهم في كافة المواقع الشرطية بخاصة الخدمية منها. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. دائما ما تقدم وزارة الداخلية الدعم لأصحاب الهمم في كل المناسبات ومشاركتهم كافة الاحتفالات. من هذا المنطلق شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، حيث قامت كافة قطاعات الوزارة بالاحتفال بهذه المناسبة بتقديم الدعم والمساعدة والتيسيرات لهم ومنحهم هدايا أدخلت الفرحة في نفوسهم. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. احتفالية جميلة جدا بتنظمها وزارة الداخلية على مدار كام سنة فاتت، ودي انطلاق من بذرة سيادة الرئيس رفقاء قادرون باختلاف اللي أوصى فيها بأن يكون في تعامل مع ذوي الهمم. اليوم ده بيبقى بمثابة عيد بالنسبة لهم لأنهم بيرجعوا منه مبسوطين جدا، فأنا سعيدة النهاردة بتواجدي معاهم وشكرا لوزارة الداخلية. شكرا. سعيد إن أنا جيت هنا النهاردة وجيت هنا عشان أتفسح في المكان الجميل دوت. أنا مبسوط جدا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرم المكفوفين وخدونا في جولة نيلية وأنا اتبسطت جدا. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. أنا النور اللي جوايا ينور ليكم.
تنوعت مشاركات وزارة الداخلية في الاحتفالات، حيث تم تنظيم زيارات لمدارس المكفوفين بمختلف المحافظات ودور رعاية الأيتام المكفوفين وإهدائهم العصا البيضاء التي تمثل قيمة كبيرة لهم، فهي عيونهم التي يشاهدون بها ودلالة على الاعتماد على أنفسهم. بنشكر وزارة الداخلية على الكتاب اللي سلمته لنا النهاردة، وده دليل لخدمات الشرطة عن طريق برايل عشان يساعد الولاد لمعرفة أي حاجة هم محتاجينها من خدمات الشرطة، ودايما هم راعين ليهم ودايما سباقين بالخير لذوي الإعاقة. حابة أشكر رجال الشرطة على كل اللي بيقدموا لنا من هدايا وحفلات وغيره من الحاجات دي كتير، ودايما مسلطين الضوء علينا إحنا كذوي إعاقة بصرية. وأنا مبسوط جدا جدا إن هم جم هنا المدرسة، وأحب أقول لهم شكرا لكم. أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاجة عشانها ودان. أمل فيكم وبيكم نبني عزيمة. وقام وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية المكفوفين المصرية والمركز النموذجي للمكفوفين بزيارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم. أنا سعيد جدا جدا إن أنا في هذا الملتقى بنبقى حاسين ان احنا لدينا اهتمام، لدينا اهتمامات بيتم تلبيتها. سعداء جدا ان وزارة الداخلية كمان بتنفذ تعليمات رئاسة الجمهورية في الاحتواء والدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وزارة الداخلية سباقة من الوزارات الأولى اللي هي بتشارك ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. رؤية مصر 2030 لن تتحقق إلا بالتكاتف كل الجهات المعنية. النهاردة وزارة الداخلية لها دور كبير في هذا الإطار، دور عظيم ودور ريادي بنفخر به. هي دي الدولة المصرية الكبيرة التي نحلم بها جميعا من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.